السلام عليكم ورحمة الله تبارك وبركاته. باعتباري لاعب في الفريق، باعتباري حضرت الأحداث من منذ البداية ديال الدوري حتى النهاية ديالو المأساوية. صراحة الله الأحداث كانت على قدم وساق، الاستعدادات كانوا كاملين، الدوار كامل كان كيساعد، المنطقة كاملة كانت كتساعد، حيت كانت واحد المباراة فيها التشويق، هي كانت منتظرة بين واحد جوج الفرق اللي كانوا من أعتاد الفرق اللي كاينين في هذه المنطقة، والناس كانوا كاملين كيتظاهروا هذه المباراة. ومن الصباح الباكر بداو الاستعدادات، بداو الناس غطرسوا التيران، قادوا المنصة، المنصة المشؤومة اللي طرا فيها اللي مشات اللي هي سبب الفاجئة. ومن مور الماتش ديال الكلاسمو، مور 3:30 تقريبا بدا الماتش ديال الكلاسمو المرتبة الثالثة والرابعة، مور ما تسالى الماتش دخلنا للملعب، بدينا كنقوموا بالإحماءات، بدا لي شوفمون ديالنا والاستعدادات، وبدا التوافد الجماهيري، بدا الناس كتجيب كثرة، اللي ولاد البلدة والعيالات والناس اللي جايين مديبلاسيين مع الفرقة الأخرى والناس اللي في النواحي، يعني كان واحد الحفل كبير، كان كلشي حاضر له. شوية الشاب بدات كطيح بزاف، شي شوية الواجهة حبسنا، عاد كنا قبل بشي 5 دقائق من صفارات البداية ديال المقابلة، جا الواد حمل الواد، بقينا كنشوفو فيه بواحد النظرة اللي ماشي شي نظرة اللي تخوفية ولا نظرة ديال اللي غتوقع فيها الفاجعة، يعني الواد كاينة بلاصتو غيدوز، ولكن طرا داكشي اللي ما كانش في الحسبان، زاد المنسوب ديال المياه بزاف، رصافع تهدم السور، والناس كانوا داخل الملعب، الناس اللي قدوا يهربوا هربوا، حيت بحكم ان الملعب كان عنده واحد المنفذ واحد، كان عنده باب واحد، الناس اللي قدوا يهربوا هربوا، الناس اللي ما قدوش بقاو فوق المنصة، فوق المستودع الملابس، تقريبا شي 15 واحد ما قدوش يهربوا، كانت الطاقة الاستيعابية ديال المنصة كتساب تقريبا 50 واحد 60 واحد قدوا يهربوا، بقاو 15 واحد، جا الواد حمل عليهم، يعني ما بقاش المنفذ، جاهم الماء من هاد الجهة ومن هاد الجهة، بقاو تما، وحنا كنا كنترجاو والله باش البناية تبقى صامدة مع القوة ديال المياه، ولكن المنسوب ديال المياه ارتفع، والقوة ديال الضغط والقوة ديال الانجرفات التربة، لا اله الا الله محمد رسول الله، وكتشوف داك الديكور، داك المشهد حداك حدا عينيك، والناس كتموت والناس كتغوت، وانت ما بيدك حيلة، ما عندكش كدير تنقذهم حتى انت غتولي ضحية، لا اله الا الله، كتشوف عمك غادي تما، ولاد عمك، الناس واخا ما كتعرفهمش كتولي حيت خوتك ما عندك ما دير، الغالب الله قدر الله وما شاء فعل، راب داك الشيء الواد، حاولنا نعتقو ما نعتقو، تقريبا 15 واحد هما اللي بقاو في البنايه، تعتقوا منهم تقريبا 8 الناس الباقي مات، وبقى واحد مازال مفقود حاليا، كنقلبوا عليه وكنطالبوا من السلطات تكثف المجهودات ديالها باش غير ندفنوه. البارح طراو مراسم الجنازه هنايا، حضروا لها الناس الاعياء الكبار، وصراحة الناس اللي ماتوا لهم اولياء الامور ديالهم ولا الاباء ديالهم ولا الابناء ديالهم تهناوا وارتاحوا، حيت ترحموا تحت التراب، بقى واحد السيد هو اللي بقى غدرنا في خاطرنا، مازال ما لقيناه، ولحد الان الابحاث على قدم وساق، ما رغم ان الواد جا حمل عاوتاني، كاين القوات المساعده، كاين البومبيه، ولكن مازال ما تلقاو، نتمنوا ان شاء الله يتلقى، لا اله الا الله.